أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في كل عام وفي مثل هذه الأيام خاصة، لابد من التوعية بخصوص أمراض البرد والإنفلونزا والأمراض الفيروسية الأخرى، خاصة التي تؤدي إلى التهاب الرئتين. طبعا قد يحدث التهاب الرئتين نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية أو حتى عدوى فطرية، أو تحدث بالتزامن مع الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا والأمراض الأخرى. أعراضها معروفة بالسعال وضيق التنفس وفقدان الشهية والصداع وغيرها. في حالة الالتهاب الرئوي لابد من الاستشارة الطبية للوقوف على الحالة بالضبط، ولكن هناك علاجات منزلية متممة وفي حالات تكون فعالة في علاج الالتهابات الرئوية وأمراض البرد والإنفلونزا وغيرها، خاصة عند البدء باستخدامها مع بداية الإصابة. من الهام والمهم لمرضى الالتهاب الرئوي شرب الماء والمشروبات الدافئة، كما أن استنشاق البخار الخفيف يساعد في تخفيف المخاط في الرئتين، وكذلك السجود مع النحنحة تساعد في إخراج المخاط من الرئتين وتخفيف ضيق التنفس. وعموما هناك الكثير من الأعشاب والنباتات الطبية التي تكافح التهابات الرئة والتهابات الجهاز التنفسي بشكل عام، وأركز هنا على النباتات والأغذية المتوفرة في كل منزل ويعرفها الجميع، وتساعد في علاج أمراض البرد والإنفلونزا والأمراض الأخرى التي ظهرت حديثا. فالثوم علاج فعال لالتهابات الرئة الناتجة عن العدوى الفطرية والبكتيرية، ويمكن استخدامه بعد تقطيعه بمعدل حبة إلى حبتين، أو يستخدم الثوم مع الزبادي، أو يستخدم أيضا على شكل مغلي حيث يطحن أو يهرس الثوم ويضاف إليه ماء مغلي، يترك لمدة ساعة إلى ساعتين ثم يصفى، ويؤخذ منه مقدار كأس شاي على الريق وبعد وجبة الغداء والعشاء. وبالنسبة لالتهابات الرئة الفيروسية، فالعرق سوس فعال في علاجها، ويمكن استخدامه بعد نقعه في ماء مغلي وتركه لمدة ساعة ثم يستخدم. كذلك يمكن استخدام مغلي قشر البصل أو قشر التفاح، كونه يحتوي على مادة الكريستين التي تقلل من الالتهابات ومعروف بأنها مضادة للفيروسات. لهذا فإن التفاح وقشره مفيد لحالات التهابات الرئة الفيروسية، ومفيد أيضا لأمراض البرد والإنفلونزا. بالنسبة لقشر البصل فيمكن استخدامه بعد نقعه في ماء مغلي أو بعد غليه. من جهة أخرى أذكر بأن الزنجبيل فعال في علاج التهاب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي، وأهمية تناول الزنجبيل التي أركز وأشدد عليها هو أن الزنجبيل يمنع الجلطات، فهو مميع طبيعي للدم عدا عن فوائده الأخرى. ما ذكرته سابقا هي الأساسيات التي يجب تناولها، مع العلم بأن هناك أعشاب كثيرة
لعلاج التهابات الرئة والتهابات الجهاز التنفسي بشكل عام، مثل الزعتر البري، القرنفل، القسط الهندي، الحبة السوداء. وأذكر بأن الحبة السوداء فعالة لالتهاب الحلق، كما أن اليانسون يعتبر موسع ومهدئ للسعال. إذن هناك مجموعة واسعة من العلاجات المنزلية التي يمكن استخدامها لعلاج التهاب الرئة ولأمراض البرد والإنفلونزا وغيرها. كما أن فيتامين سي ضروري جدا لتقوية المناعة، ويمكن تناوله كمكمل أو على شكل عصير الحمضيات والتفاح مع قشره. فالتفاح يحتوي على فيتامين سي، عدا عن فوائد قشوره التي ذكرتها. لا أنسى أخيرا أن أذكر بأن الغرغرة بالماء والملح أو بأي خلاصة عشبية أخرى مثل المرة أو حتى الغرغرة بالماء الدافئ هي مفيدة في حالات أمراض البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. دمتم بخير ودامت الصحة للجميع.